أول ملامح الحصاد هو حصاد فريق الكرة، فريق نادي الزمالك في عام 2021 وجه رسالة للجميع. الرسالة دي بيقول فيها أنا قوي رغم الظروف الصعبة. قيمة ومكانة الزمالك ظهرت وبوضوح للجميع في 2021. الزمالك في 2021 تعرض لمحنة كبيرة في بداية السنة، وهو الخروج بشكل درامي من بطولة كأس دوري أبطال أفريقيا. والبرتغالي جيمي باشيكو المدير الفني السابق ما توفقش مع الفريق. رحيل كمان مصطفى محمد ليه جلطة سراي التركي وهو الهداف الأول، بعد كده رحيل فرجاني ساسي للدحيل القطري. جه بعدها باتريس كارتيرون، والحقيقة أنه نجح جدا في أنه يلم شمل الفريق من تاني، وده اعتبارا من مايو، ونجح كمان في تحقيق سلسلة من الانتصارات الجميلة والرائعة في الدوري، وقاتل لآخر جولة على اللقب. الزمالك وقتها كان بلغة الأرقام والمؤجلات بعيد تماما عن القمة بفارق وصل ليه 6 نقاط، وبالمناسبة ده رقم كبير يعني، لكن الفريق في الدوري حقيقي لعب بقوة، تحدى الجميع، لأن الزمالك عموما في الحاجات دي بيبقى عنده سنة أنا هقدر أدخل التحدي ده وهقدر أن أنا أفوزه فعلا. الزمالك فاز ببطولة الدوري في النهاية، وفاز في 24 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين فقط. أرقام طبعا رائعة جدا وحلوة جدا لحد كان بنقول ان هو خلاص مش هيقدر ان هو ينافس على الدوري، بعد كده قدر ان هو يبقى بطل الدوري الممتاز للمره ال 13. وقتها الزمالك كان قادر ان هو يتحدى كل الجميع، المره ال 13 في تاريخه. فريق الكره كان قريب جدا من بطوله تانية وهي كاس مصر، ووصلنا فيها لدور الرابع، وده طبعا قبل ما يتم تجميد، وصلنا فيها لدور الأربعة وقدرنا فيها تجميد البطولة من جانب اتحاد الكرة. هنا لازم نرفع القبعة لفريقنا اللي قدم عام لا ينسى وحقق أغلى البطولات على قلوب الجماهير، وهي بطولة الدوري المصري. وهنتكلم يعني عن وقتها نادي الزمالك في إن هو غلب نفسه، غلب تحدياته، كل التحديات اللي هو كان داخلها قدر ان هو يغلب نفسه فيها، وقدر ان هو يفرح جماهيره وقتها. فاكرين، انا فاكره كويس جدا، هننزل وبنحتفل وكنا فرحانين قوي ان الزمالك اخذ الدوري، وكان بصراحه يعني بطوله غاليه علينا، او كان دوري غالي علينا جدا كزملكاويه، وكنا يعني فرحانين جدا. طبعا بنتمنى ان ده يحصل السنه دي كمان او سنه 2022 يبقى وشها حلو برده على الزمالك. عايزه اتكلم معاكم عن حاجه ثانيه، ان الزمالك كان اكتر الانديه تقدما او تقديما عفوا للمحترفين المميزين. عندنا اشرف بن شرقي اللي انهى الموسم اللي فات وهو مسجل 15 هدف، وهو كان اكتر لاعب محترف في الدوري ومسجل اهداف ونافس على لقب الهداف. بن شرقي الحقيقه في الموسم اللي فات كان لاعب كبير جدا يحسب للزمالك ان هو استقدم هذه النوعيه من النجوم في الملاعب المصريه، وكان معاه كمان سيف الدين الجزيري راس حربه الوافد من المقاولين. الجزيري قبل الزمالك حاجه وبعد الزمالك حاجة تانية خالص. بعد انضمامه لنادي الزمالك في يناير وحصوله على الفرصة وتألقه مع الفريق، وساهم كمان في الحصول على لقب الدوري، انضم للمنتخب التونسي وبقى المهاجم الأول للمنتخب التونسي، وسجل الأهداف في تصفيات أفريقيا وكمان في كاس العرب، وكان ورقة تونس الرابحة في كأس العرب الأخيرة، وحصل على لقب هداف البطولة متفوقا على أسماء كبيرة جدا. وهنا مش بس هي شطارة من اللاعب، هو أمر الحقيقة يحسب لنادي الزمالك. نادي الزمالك هو كان البوابة السحرية لأي لاعب عربي في التواجد مع منتخب بلاده، لأنه باختصار تلعب لنادي كبير زي الزمالك ده فعلا بوابة كبيرة، إنك أنت هتكتسب خبرات، هتبقى لاعب مؤهل ان انت تلعب مع منتخبات بلدك، تبقى لاعب الناس كلها الجماهير كلها وراك، لان انت بتقدم ليه جماهير الزمالك. كمان المدير الفني بيقدر ان هو يشتغل على اللعيبه بشكل كويس جدا ويأهله ان هو يروح
لمنتخبات بلاده ويشارك بشكل أساسي كمان. نادي الزمالك قادر جدا ان هو يأهل اي لعيب ان هو يتقدم خطوات لقدام. نروح بقى ونسيب كرة القدم ونروح لكلام مهم عن ملوك الصالات. ملوك الصالات ده مش لقب الزمالك بس، لا هو ده الطبيعي. الزمالك فعلا او نادي الزمالك هم فعلا ملوك الصالات في كرة اليد، فاز بالدوري وفاز بالسوبر الافريقي وشارك في كاس العالم، وكان الممول الاول لمنتخبنا الحائز على المركز الرابع في اولمبياد طوكيو. الزمالك في كرة السلة احتكر كل الالقاب الكبرى، فاز بدوري السوبر وهيمن على لقب الأكثر تتويجا ونال الدوري الأفريقي في بطولة تاريخية لا تنسى. الزمالك في كرة الطايرة أسعد جماهيره، كلنا طبعا كنا فرحانين جدا وبالفوز ببطولة الكاس وقدم مواهب شابة صغيرة السن. الزمالك أو ملوك الصالات كانوا مصدر فخر بصراحة مصريا وإفريقيا وكمان عالميا، عشان كده احنا نستحق هذا اللقب. ملوك الصالات هو لقب مش جاي من فراغ، لا هو لقب الزمالك يستحقه. السنة دي بقى يعني سنة 2021 اللي احنا خلاص ودعناها هي سنة ذهبية وسنة عظيمة. 2021 شهدت تتويج فريقنا ببطولة الدوري، البطولة اللي كانت صعبة جدا بس هي كانت سنة كلها خير علينا. شفنا فيها فرحة كبيرة لجماهيرنا بالتتويج للبطولة الغالية، وهي كمان بطولة كبيرة مش بس على مستوى كرة القدم لكن كمان على مستوى ألعاب الصالات. كانت سنة عظيمة، والتتويج ببطولة إفريقيا والدوري لكرة السلة، كمان على مستوى اليد فزنا ببطولة السوبر الإفريقي والدوري، وعلى مستوى كرة الطايرة فزنا ببطولة كأس مصر. سنة عظيمة جدا لنادي الزمالك، نتمنى أن هي تستمر لـ 2022. زي ما قلنا سنة 2021 كانت مليئة بالفرحة ومليئة بالانتصارات ومليئة بالإنجازات.